اشتري لك سيارة توصلك له. معلش يا ممدوح ما ندبر حالنا هلا، استعر لي سيارة، بقصد بسكليتة ابو منال وخذني عليها دورة. لا ما بدنا نستعير غير بسيارة ما بخليك توصلي لهون، وبكرة بتشوفي. لك خلاص جاز وانتهى كت. اي طجة حافري، انت كبير القدر. يلا نسواني توقعوا. لا توقيع نسوان على عريضة ما بدي. مشان تكتر التوقيع بتقل قيمتها. كيف لا لا. جن هلا ابو جدعان. ايوه اهلين عم فوز. اهلين ما بدي، خذ العريضه وقعها من اهل الحاره. هلا خلينا الصبح. الصبح ما بتلحق، روح خلص توقيع هلا مشان الصبح من قبل الضوء تقدمها للبلديه. مسيك خلصنا من كلابه، جتنا عرايضه. بونجور مرت عمي. بونجور. شوفي انتم امبارح وقعتوا عريضه شيء؟ وقعنا. انا رجل كرسي ما حدا بيطلب توقيعي. ما ليك عند بديع روح خدع. ليش بديع احسن منكم؟ من قبل شقشقت الضو راح وداها على البلديه. رو لك لحقها بالبلديه وطج توقيعك قبل ما يرفعوها. ليش هو سلمها للديوان؟ راح سلمها مباشره يد بيد لرئيس البلديه. اروح احيط روح. روح نقدمني اياك انت، انت والعريضة. شو؟ بهدلته. قلت عقل. ليش قلت عقل؟ ايش راح عليك توقيع على سيارة ولا على جمعية؟ مو مهم، المهم ما ضلني على الفضلة، لك حتى أبو طمزة ما وقع، حتى أبو صمتي ما توفي غير أنا والنسوان. لك عادي حبيبي عادي، ما حفظت لعمي ممدوح شلون بيشيل ايش وقت بده يشيل؟ لا مو عادي. مو عادي لأن القصة مقصودة، هن بدهم يهينوني أبو صنفوني مع النسوان. خاطرك.